ناويت على ايه؟ والله ما انا عارف، حاجه تحير. المساله ما فيهاش حيره. جوازه من غير مال تبقى جوازه مهببه. اسمع كلامي. يعني تفتكر الماهيه اللي انا باخدها ما تعيشنيش انا وهي مستورين وكويسين؟ ما هي ايه يا فندم؟ الذهب، الفلوس، هي دي الحياه، والا فلا كانت. يعني الواحد لو استعمل عقله ما يعيش مرتاح؟ يا راجل يا عقل، عقلك هيعمل لك ايه؟ تقدر تشتري ثلاجه بعقلك؟ والله لو ما معيش فلوس وعائل ما اشتريهاش. وتشربها سخنه مش كده؟ عشرة دي الفقري دي اللي انت عايز تعيشها معاه. والله ان جيت للحق انا قربت اخد بكلامك. خلاص يبقى روح اعتذر لها. ما هي تكابد مش فلوس، دي قشر فلوس. يلا بينا، يلا يلا، ربنا يرضى عنك وعني وعن المؤمنين اجمعين. يا قوي. يا بابا قاعد قدامي اهو زي القمر. قوام وحياتك يا بابا. بابا جاي حالا. مالك كشش كده؟ سلكة اهي خطوة عزيزة والنبي. مش عزيزة اوي. ايه ليه بقى خير؟ والله يا مدموزيل ان جيت للحق انا فكرت في الحكاية، لقيت ان ماهيتي مش هتعيشنا كويسين ابدا. ايه الكلام ده؟ دي اللقمة الهنية بتكفي 100. اللقمة الهنية ما تكفيش قطة يا مدموزيل. الله، أمال الناس دي كلها عايشة إزاي؟ عزيزة. أيوة يا مدموزيل، تشربوا إيه؟ قهوة سادة يا شاطرة. حاضر يا فندم. المال يا مدموزيل، الذهب، البنك نوت، شرط الجواز، شرط الحياة. هو لو كان كل واحد عاوز يتجوز يستنى المال والذهب ما كانش حد اتجوز في سنته. المال هو كل حاجة يا مدموزيل. الله، أنت معايا ولا مع الساب؟ أنا مع الحقيقة العارية. يعني أنت تفضل المال عن العقل؟ طبعًا، لأن المال يجيب كل حاجة، إنما العقل ده ولا حاجة. طيب أنا معاك، لكن المال ده هيجي لك منين؟ هيتفتح لك كنز. وليه لا يا مدموزيل؟ مفيش أوسع من رحمة المولى جل جلاله. سبحان الله. بعيد يعني إنه ينفتح له كنز؟ أنت موافق على الكلام ده؟ يعني على كده انت بتحب المال اكتر مني. انا بحب المال علشانك انت. انا مش عاوزه مال، عاوزه عقل. لكن انا عاوز مال. العقل. المال. العقل. المال. والله امرك، وكل واحد حر في تفكيره. انا عندي نختلف قبل الجواز احسن ما نختلف بعده. ربنا يهديك يا مدموزيل. بس احبك تعرفي ان صديقي ده. انا افضل العقل وانت بتفضل المال. صح، بس انا ليا رجاء عندك. اتفضلي. انا هجيب لك روايه تقراها دلوقتي، وبعد ما تخلصها اعمل اللي انت عاوز تعمله. كويس. احنا لسه هنقعد نقرا روايات يا مدموزيل. ثانيه واحده، لما اجيب لك الروايه دي قول لها انك شفتها قبل كده في التلفزيون. خلينا نخلص. اهي
كل دي رواية. أفندم، مين سيادتك؟ مين سيادتي؟ كل ده وما عرفتش أنا مين؟ أنا المال، أنا الذهب، أنا الإسترليني، أنا العملة الصعبة. عرفت أنا مين؟ أهلا وسهلا بيك، كبني آدم بس. اتفضل. وأنت مالك كده البلا لحقك؟ أنا؟ أبداً، زي زيك، ليا إيدين، وليا رجلين، وليا بق، وليا ودان، وباكل زيك، وبهضم زيك، وزيك. الله، أنت غلباوي أوي كده ليه؟ أنا حر ببيتي يا أخي. بيتك؟ وهو ده بيت يقرع؟ لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي. ده قصر ديلي أزعر. إيه الهدمة اللي أنت حاططها على بدنك دي؟ ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. وأنت التقيت وما لبستش يا حسرة. ثم إيه العك اللي أنت بتعكه ده؟ وأكل كسيرة في عقر داري أحب إلي من كبد الخروفي. أهو أنت زي اللي قالوا له إن أبوك مات من الجوع، قال لهم هو لا أكل وما أكلش. هو ده اللي ساكن مع سيادتك هنا؟ وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من بأف سخيفي. يا تكنيلة فأري. ما هو لو كان عندك عقل كنت بصيت قبل ما تقعد يا ناصح. انا عندي مال ابيعك واشتريك بيه. وانا عندي عقل ابيعك بيه بس ومشتريكش ابدا. هو لو كان عندك عقل كنت استنيت برضه اما يضرب. لساني اتحرق يا بني ادم. لبك له الدولار يا بني ذهب. انت عايز تقول ان في حد غيرك يفضل العقل على المال يا فند انت؟ كتير. مين ده؟ العاقل. العاقل هو اللي يعرف ان الفلوس هي كل حاجه. ما يبقاش عاقل. من غير مال تصيع. ومن غير عقل تضيع. من غير مال تتبهدل. من غير عقل تتقندل. اتحداك. موافق. نخرج انا وانت دلوقتي واول واحد نقابله نعرض عليه مال من غير عقل ولا عقل من غير مال؟ شو زمنها جايه بعد شويه جايبه على فودريس. جايبة القفة معاها بالبر سمالياها وكمان تبني في كيس. خليك يا حمار انوع واصبر ده الصبر جميل ومحدش مات من الجوع وبيرزقنا ملوفين. دي كفاية علينا الصحة ومفيش روماتيزم وكحة وميزان في حرارة يقيس. شو زمنها جايه بعد شويه جايبه على فودريس.
جايبه الكفه معاها بالبر سم الياها وكمان تبني في كيس. طول عمري سعيد وياك ومفيش في حياتنا مرار، لكن انت ماهيش عاجباك يج منك بس حمار. ليه عايز تبني مشفي دي لقمه هنيه تكفي مية بجلاوين وسريس. شو زمانها جاية بعد شوية جايبة علف ودريس. جايبة القفة معاها بالبر سمالياها وكمان تبني في كيس. يا سلام يا حمر يا سلام لما بيرتاح لي ضمير، من غير ما اتعشى بنام ولا نمشى بفرش حرير. واللقمة الحف ترضيني اطعم والذ وديني من متروس بيف وسوسيس. قمر الدين. الله، شمس الاصيل، غبت عنك يا روحي. دقيقة غيابك بست اشهر يا روحي. جبت اكله احسن ده قلب مخي. طبعا ليكم انتوا الاثنين، انت والحمار. جبنا قريش ورغيفين لسه طالعين من الفرن. تسلم ايدين اللي خبزتهم ورجلين اللي جابتهم. تسلم يا روحي. اكلك يا جميل بالهنا والشفا. قلت لابوك يا شوشو على بالي بالك؟ طبعا، قلت له انك جاي علشان تكلمه عني. وقال لك ايه؟ قال ايه؟ قال انعم واكرم بقمر الدين، راجل طيب عاقل ورزين. والست الوالدة رقصت من الفرحة وقالت يوم ما يناسبنا قمر الدين يوم المنى ويوم الكانتين. كانتين؟ كانتين ايه؟ علشان وزن الشعر. الله، يو انت حدو على امي من دلوقتي. طيب معلش مش حدق، بس قوليلي ما سألوش عن المهر. مهر ايه يا قمر؟ هو انا نعجه بتشتريها؟ دي اللقمه الهنيه تكفي 100. يا سلام على عقلك النور يا شمس. ربنا يديم علينا نعمه العقل، ده العقل زينه لبني ادم يا قمر. طبعا، هو ربنا ميزنا عن الحمار بايه؟ مش بالعقل؟ اقعد بالعافيه بقى. يعافيكي ويخليكي ويهنيكي. ايوه جاي حاضر. بالهنا والشفا يا اخ. ايوه خليك عاقل انت كمان علشان اجوزك وتبقى دخلتنا احنا الاثنين في ليله واحده، فاهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده انتوا حاجة كونتراست خالص. اتفضل. تعالى. يا سلام، وده عايزة كلام؟ يا سلام، وده عايزه كلام؟ اتفضل. تسمح انت بقى؟ يا سلام، وده عاوزه كلام؟ ابن بلا. اعوذ بالله، ابدا ابدا.
أعوذ بالله أبدا. أعوذ بالله. أعوذ. عايز من ده. هات لي من ده. ده انا خلاص عقلي طار. كل اللي شفته تحت امرك، سلطان زمانك، بس بشرط اشرط تستغنى عن عقلك. عقلي؟ عقلي مين يا عم؟ طوف. انت رايح فين يا والدي؟ اهي العصايا السحرية، لو ضربت بيها على أي حاجة وقلت إز ذا كاين تبقى ذهب طوالي. ذهب إز ذا كاين ذهب ذهب. طبعا. عيار كام دي يا عرب؟ 21 يا فندم، وادي دمغة مصلحة الموازين والمكاييل. ذهب 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 جولد. بس اعمل حسابك العصاية السحرية دي ما تشتغلش الا في ايدك انت بس وبصوتك انت بس. اور. وحاجة تانية، لو العصاية دي انكسرت او انحرقت او ضاعت باظ مفعولها. مش هتروح مني ابدا. وغير كده يرجع كل اللي عملته بيها ذهب لاصله اللي كان عليه. مش هسيبها ابدا. يعني لو حصل لها حاجه دلوقتي البلطه دي هترجع حديد زي ما كانت. مش هتطلع من رقبتي. عارف السلطان بشاميل؟ عارفه، ده سلطان زمان. اهو انت دلوقتي زيك زيه ويمكن احسن منه وأغنى منه. سلام عليكم. أنا أغنى من السلطان بشاميل. أنا السلطان بشاميل. أنا بشاميل. أنا سلطان زماني. We'll be right back.
وعليكم السلام يا اخويا ورحمة الله. شقيقي القائد فيثاغورس. فيثاغ كارميوس. بروتس مدير مكتبي. هاشياس بروتس فيثاغورس أتانديوس كارميوس. ايه ده؟ بوظه؟ لا ده عصير تفاح يا مولاي. سلطان بشاميل استلمت من القائد الروماني سيزاريو اوكتافيوس 10 قدر ذهب بصفة سلفة أردها إليه بعد 2 شهر من تاريخه، وإلا فأكون ملزما بتسليمه السلطنة بكل ما فيها وما عليها وما تحتيها وما فوقيها من عبيد وجواري وخدم وحشم ونساء ورجال ووزراء وأطفال وبنات وأكسسوار. أوكتافيوس. ما فيش أوكتافيوس. يا الدفع يا. يا الحبس. حبس مين؟ يا الدفع يا السلطنة. طب مش ممكن يا سيزاريو يا أخويا تصبر علي لغاية أول الشهر. أول الشهر مين وأنت مفلس؟ يا سيزاريو عيب، ده إحنا إخوان. أنا ما أعرفكش. عيب. طب ممكن تديني مهلة 3 أو 4 أيام؟ الله يسترك. لا. طيب. 2 يوم إلا ربع بس. ما هو بس. ما بسش. طيب. يا ذهبي يا السلطنة. بعدين ريتش. ايه رايك يا وزير المعارف؟ العارف لا يعرف يا مولاي. حبيبي اقعد. وانت يا وزير البحر العطشان يشرب من البحر يا مولاي هنيا.
وانت يا وزير البلاط ايش ياخد الريح من البلاط يا مولاي؟ جمالك اقعد. وانت يا وزير الاموال مصلحة الضرايب قافلة الخزانة بالشمع الاحمر يا مولاي. ممكن نفتحها من ورا؟ ممكن يا مولاي. فيها قد ايه؟ فيها يا مولاي 140 قرش وشوية ورق بسطة وقلم حبر جاف. يا حلاوتك اقعد ارتاح. عم عم انت يا وزير السيف والنطع. اللهم اجعله خير. انا من فكري اني اهجم عليه. ايه رايك؟ عندك عساكر؟ مش كلهم يا مولاي. مشيهم؟ علشان لهم اوفر تايم متاخر من الحرب اللي فاتت يا مولاي. ما كانش يتعز. ارجع نام تاني. مولاي ماتي. هو ده كل اللي عندكم؟ ما هو الحكايه لو كانت 30 40 جنيه كانت تبقى معقوله، انما 10 ايدر ذهب يفرقعوا. معقول؟ شكر الله سعيكم يا حلوين. انت ناوي تقول لي على مكان الكنز اللي سابه ابونا قبل ما يموت ولا لا؟ اقسم بالله العظيم انه ما سابش حاجه. قول لي قال لك ايه قبل ما يموت؟ الله يلعن المال اللي كان السبب في اللي بيحصل بين اخين صديقين. هقتلك هابيل وقابيل. اتكلم. الرحمه انا اخوك يا بشاميل اخوك. مش هسيبك حي ابدا. اتكلم. امر الله الاعمار بيد الله. بس وصيتي لك بنتي بهريز. بنتك بهريز؟ ايوه. ابوس ايدك ارعاها بعد موتي يا بشاميل. ده انت عمها. بشاميل اتق الله. دي بنت اخوك يعني بنتك بهريز. دي الورقة الأخيرة اللي هلعب بيها يا كراميل. هتشوف. منك لله يا بشاميل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمبيز مش كده؟ عفوك يا مولاي. بركان مولاي. أمري مولاي. بركان أبوس إيدك يا بركان. ما تخافيش، بس المهم تختفي من هنا تمام. فاهمة؟ فاهم. منك لله يا بشاميل. والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد العناق تداني؟ وألثم فاه كي تذول مرارتي،
فاشتد ما ألقى من الهيمان. أغار عليك من نظري ومني ومنك ومن مكانك والزمان، ولو قابلتك في كل يوم إلى يوم القيامة ما كفاني. قميص بهريز. البسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي، وعناية لما بكوا دابت مناديلي. أسمر يا جميل يا أبو الخلخيل، يلي المنديل راح ياكل من حجبك حتة. إيش قد الكف ويقتل مية وألف؟ قلبك الجميل. وإيش قد الفيل ويطرف منديل؟ عمك الزنبيل. أنا زنبيل يا مقطب. عمي أنت عارف عقاب اللي عملته ده إيه يا غلا؟ الموت رقاد على كفه جواهر يختار منها الجياد. مولاي خلصت عليها؟ طبعا يا مولاي. قالت ايه وهي بتفرفر؟ قالت عاش السلطان بشاميل ثلاث مرات. مرة قبل الفرفرة، ومرة وهي بتفرفر، والتالتة بعد الفرفرة يا مولاي. ده أقل من الواجب. بركان مولاي. أمري مولاي. نفسك في حاجة تقولها يا فندمتا قبل الفصل؟ ماذا أقول لأضلع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ افصل يا عم افصل. قميص قيام. قام الشقي فأقامت قيامته. بس اسمع، أنا ليا طلب عندك، لو أجبته عفوت عنك وجوزتك بهريز. انت وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأواخر. اسمع، أنت عارف سوزاريو أوكتافيوس ضارب خيامه فين؟ يا نخلتين في العلالي. بس اسمعني كويس. Thank you.
بس تجمز موت كان اسنا فرينجو مو اما تسنا فيني سبيني اما تسنا كلابسي سكلابسي نغرينيازي زمونو فابسي دي بولونا سانك تو ايركو مس تين انغاليا سو ليغو نا ξεκουραστώ και τις πιο όμορφες στιγμές μου κάνεις να βαρύγκομω άμα θες να φύγεις πήγε το πακέτο ξαναλέω μην πεις μετά πως θέω όταν μάλλη θα πνεχτώ. نجوم الليل يشجيني بهاها تبص السحر من أسمى علاها. قمبيس فيا ليل التهاعي لا تلمني إذا ما مقلتي حافت كراهة. أراقبها كثيرا في خشوع كأني بعد ذلك لن أراها. قمبي صديقي وحبيبي ونسيبي وقريبي مولاي. أهواها نعم والقلب صب يتوق لها ويسلو ما عداها. قمبيز بهريز وأشرح ما ألاقي من غرامي فتصغي ثم تشرح لي هواها. ويلي انا البف حزة يا افندي وفي ليل عميق الصمت ساجن شعرت بلوعة البف حزة يا افندي. مولاي سيادتك قلت لي اجيب الاسطوانة دي ودي جبتها لك سناها الراس. بركان بركان كل انثى وانطى سلامته يوما على آلة حتى محموله شيله. مولاي ابوس ايدك اعفي عنه هو ايه فرخة؟ لا غراب. مولاي يمكن يكون مخبي الكمبيالة ولا حاجة ولو كخ هنعرف مكانها منين. معقول حطوه في السجن حرف ب. ايوه عشر ادر دهب عشر ادر دهب اجيبهم له منين اجيبهم له منين. انت ناوي تسلمني السلطنه بما فيها وما عليها وما تحتيها ولا لا؟ انت كمان عاوزها يا صغلوك. كلمه ورد غطاها تبيعها. ابيعها ولا ابيعها؟ بفلوسي اوريك. توريني ده انا اللي هوريك يا عسكري. عسكري يا شاويش شاويش يا صندرمه تعالوا كلكم كلوا اخنقوا انا بدي غطسوا غرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله. هو الموت يبقى كده؟ الملكين؟ مين؟ أنا كراميل. مين؟ أمير الدهاء؟ لا أنا الأمير كراميل أبو بهريز. كراميل؟ المغفور له السلطان كراميل؟ أيوة. وأنت أنت مين؟ أنا اللاحقون. السلام عليكم ورحمة الله. أنت مين؟ ريحني. أنا المرحوم قمبيز يا مغفور له. يا قمبيز رد علي أنا محبوس. محبوس؟ أنا عاوزك تصارحني حتى ولو تجرحني. حي ولا ميت؟ لا حصلت ميت ولا حصلت حي. محبوس محبوس من سنة وبيني وبينك حيطة. اسمع اخرم من عندك وانا اخرم من عندك. حي معايا معايا. يا ليل الصب متى غروه اي قيام الساعة موعده. يا عم اشتغل مش وقته. والله يا بدوي قبل يسرى والله يا بدوي قبل يسرى. حاجة
شد حيلك يا عرب. عمال اشد فيها اهو. يا منجي من المهالك يا رب. يا قوي. بالراحة 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 يا قلبي بالراحة. تعالى تعالى مولاي. قمبيز يا روحي. رأيت الحلقة في جبل السماء. بس يا حبيبي بس مش وقته. انت لسه فيك العادة القبيحة دي. ايه حكاية؟ انت مش اكلتك الوحوش وانت بتصطاد مع اخوك بشاميل. ايوه بس مش الوحوش اللي اكلتني. اخويا بشاميل اخويا التوأم هو اللي كلني. هو في وحوش غير البني ادم يا قمبيز. لا حول الله يا رب. يا فرحتك يا بهريز. انا كنت افضل اني اكون سحات وحر احسن من اني اكون امير ومدفون بالحياة. وكل ده عشان السلطنة؟ عشان الذهب والمال؟ ايوه. أول يوم اتوليت فيه السلطنة بعد موت أبونا بحكم إني اتولدت قبل منه بساعة الحقد والكراهية اتولدت في قلبه. يفتكر إن أبويا قال لي على مكان كنز وحبسني هنا وأساء إن الوحوش أكلتني وكل يوم يضرب ويعذب فيا ويقول لي فين الكنز؟ فين الكنز؟ وكان فيه كنز صحيح؟ كان فيه جملة واحدة قالها لي أبويا قبل ما يموت وهي إن القناعة كنز لا يفنى. مولاي إن كنت في الجيش غدعة صاحب. بس بس وحية والدك. مولاي الصبر والإيمان ما بين غمضة عين وانتباهتها. يغير الله من حال إلى حال. إما إنك تفضل كده شايل الدنيا على أرنك خصوصا وإنت عندك ضغط دم وارتكارية. بس بس أعمل إيه؟ أجيب له 10 إيدر زفت منين؟ مولاي يلا بينا يا مولاي نلفنا شوية في المدينة فرج عن نفسك شوية. والصباح يا مولاي رباح. الصباح تكون راحت مني السلطنة يا بني آدم. وهي رميتك دي هتخليها ما تروحش؟ يلا بينا يا مولاي نشرب لنا نص براند عند بهلول. يلا بينا يا مولاي يلا. Yeah.
بدر علي جمال الوقت بحبيبي ندر علي جمال الوقت بحبيبي لحول البحر بالفنجان على عاوزين 20 دينار تمن زفت مسيح شربته و20 دينار تمن سم هاري طفحته و3000 دينار تمن الجوز ده و10% سيرفيس و5% بلديه وده حسابك. اتفضل البلطه دي وخلي الباقي علشانك. يا استاذ يا استاذ تسمح تدفع الحساب؟ ما عندك البلطه دي ولما انت ما معكش فلوس بتشرب وتفنجر وتشتري في بنات الناس ليه؟ ها؟ انت ايه ما عندكش عقل؟ اخلص انا ابو الدهب. قومي يا بنت تهيه قومي خد تعال شيل مولاي دي ذهب يا مولاي ذهب ايوه عيان 21 كمان يا خرابي انت خلاص يا مولاي كلها مليانه تراب اشنقوه اخرجوه اطردوه بره ها عفوك يا مولاي عفوك سبيك لبيك سلطانك بين ايديك ايه طلباتك اولا انا اطلب اني اكون سلطان زماني ثانيا تجيبولي الشركسيه عيار 18 والابنوسيه عيار 19 والا فلا شركسيه مين وابنوسيه مين ده انا عندي لك حته حاجه تانيه تهوز والله يا مولاي وطي وطي خليت موطي ورايا رواية دي الأميرة بهريز بنت اخويا المغفور له السلطان كراميل ودي بكام يا حاج دي هتبقى مراتك تعال على فين شاله يا عمار
تعال. بابا 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 يلا بابا 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 بركان. أقوم؟ قوم قوم. من بكرة تقيم الأفراح والليالي الملاح لولي عهد السلطنة الأمير قمر الدين. السمع والطاعة يا مولاي. والحتة عار. أيوة ويتكتب كتاب الأميرة بهريز على الأمير قمر الدين. السمع والطاعة يا مولاي. مش ممكن دلوقتي يا أنشطة. يا حبال. يلا يلا شوف شوف. طب خد المروحة وادخل على طول. ها ها يا قاتل ازدكاين ايه ورا ها ها دهب 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 استكالم دهب استكالم دهب بركان مولاي هخش الليلة يا حد طبعا هتخش الجنة حد والنبي تعال يا اخويا تعال قدام يلا بس استكاين دهب استكاين دهب 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 كله دهب استكاين بركان بركان انت هتعمل فيا ايه يا عرب كل ده ومش فاهم هعمل فيك ايه انت ايه ما عندكش عقل ايه مش هخش اثبت يا قوي حي استنى 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 الحمد لله لحقتك وهي لسه لابسه هي ايه دي راسك تعال بقول لك كنت ناوي تقلع حالي تعال قول لي هي عصاكي ما تشتغلش الا في ايدك انت وبصوتك الحمد لله بركان ده تحت امرك خلص عليه عفوك يا مولاي انت عارف انا هعمل فيك ايه مولاي وقتك يلا يا مولاي طيرها له خلينا نطلع عشان دي رطوبه قوي هوا يا مولاي هوا اعفو عني يا مولاي اهوي بك حياتي شوف يا ولد انا هعفو عنك عشان انا ما احبش الزراطه تاكد يا مولاي هنجيك من الموت في يوم في شهر في سنه براءه بركان حمام تركي اوام للامير قمر الدين لا يا مولاي اذا كان حمام بلدي يكون احسن صديقي الحبيب ربيعي والان ساقدم لكم بكل فخر الامير الكبير سليل المجد والسؤدد كريم الاصل والمحتد ذهبي العهد والمهد الامير اللامع الرنان قمر الدين ولي عهد السلاطين عاش الامير قمر الدين عاش 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 ايوه ارجوك من فضلكم قولوها اجمد شويه عاش القمير قمر الدين عاش 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 وعيش عوش عاش عاش وبعدين يا راجل كما يسرني ان ازف لكم بشرى جواز الامير قمر الدين على بنت اخويا المغفور له السلطان كراميل الاميره بهريز لذلك
هنقيم الافراح 11 يوم داعين للأميرة والأمير بالرفاء والبنين. عاش 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 عاش. سلطانة ميسالينا، سلطانة المستقبل القريب. بروتس ديكاريوس كامبيالوس. أنا السلطان بشاميل. بس بقى ورانا دخلة يا أبو مريالة تروكار أنت. بشاميل ذهبك أهو، وبلاش قلة أدب يا سيزا. شيلهم يلا واتكل على الله. سيزاريو بينيوس ميسالينا بيساجوس رانكيوس. طب لم لسانك بقى وريني عرض كتافك احسن وديني انزل امسح بيك ارض البلاتو، مفهوم؟ Thank you.
خدود خدودي سحبها البعاد وقلبي من كتر شوق انفطر وقلبك نسيني وقلبك نسيني وزي الحجر وازاي تعي الشمس من غير قمر ازاي 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 تعالى تعالى بنادي عليك بنادي عليك تعالى يا قمر بدور وحفضل ادور عليك ولو وازاي تعي الشمس من غير قمر ازاي 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 تعالى تعالى بنادي عليك بنادي عليك تعالى يا قمر تعالى يا قمر تعالى يا قمر اللي يعرف قيمتك يا سلام اللي هيخليك تتحاكي بدل البكا اللي هيكسبك ويكسب فيك يا هبله الله دليلة ايوه يا بهلول صيدة جديدة اهي توضبيها وتسرحيها وتحميها هفتتح بيها الديفينيه الجديد من عينيا الاثنين والكمان ما تعيطيش يا شابة العياط ده لا ليكي ولا ليا انا هحضر لك الحمام وتاكلي وتشربي وتنبسطي وانا تحت امرك حلوة قوي نورت المحل يا عروسة سموت ايوه يا معلمي حبيبي
مين يا هبلة؟ ده الأمير قمر الدين جوز الأميرة بهاريز. ممكن تعمل لي خدمة؟ خدمة؟ أيوة، تروح تقول له شمس الأصيل مستنياك. يلا 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 يلا. لو رحت قلت له أدي لك الحمار ده هدية. حمار؟ يا نهار ابوك اسود، ده حمارك ده؟ ايوه حلو. حلو ايه؟ ده هي تخرب بيتك. انت ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ يلا عدت حدود القصر السلطاني يا مولاتي. وايه يعني؟ عدت حدود الجنة؟ أنا في عرضك يا هانم، دي تحت رعاية الله ورعايتي، فاهم؟ والحمار ده عزيز علي قوي يا هانم. حميه ولبسه ملابس أمير وهاتهولي على القصر يا بركان. يلا يا شاطر، ما تخافيش أبدا. ملابس أمير يا جدع أنت. ملابس أمير يا ابن الحمار؟ يا ابن الكلب. ايه اللي جاب ده هنا؟ بنت بدويه يا مولاي، خدتها الاميره معاها لما لقتني بضربها. مش ممكن تنزل يا بركان؟ هتنزل يا مولاي، بس مش من الناحيه دي. اما مقلب رايح فين يا مولاي؟ رايح للراجل اللي اسمه ايه ده يا بشاميل عشان اقول له على اللي حصل. انت عبيط يا مولاي، انت عبيط تقول له ان العصايه ضاعت عشان اعرف ان ما عادش منك فايده فيقتلك؟ انت مجنون. واللي يقول الحقيقه يبقى مجنون. عجبك كده يا ابن الحمار انت؟
امال انا مبلول ليه؟ يمكن عندك شويه رطوبه يا سيزاريو. اخواتي انا بيتهيالي ان انا كنت في السارة. ايه ده؟ ده مكان الدمغة يا سيزاريو. دمغة؟ امال فين مسلين؟ مسالينا. تفتكر هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ انا بقول نسيحه. لا لا، نكسره ونبيعه بالجرام يجيب اكتر. اكتر مين؟ ده ذهب وعيار 9. اصله واطي. حياتي، نفسي، كلي، عمري، مالي وذهبي اللي اغلى من حياتك واحسن من عمرك. سيزاريو. عودس، حتى انت يا ابن اخلص، اوعى تكسري والدتي. مش كفايه المقلب البايخ اللي عمله فيا الجحش ده؟ بركان، مش الحمار ده هو اللي كان بيشتغل معاك وبيساعدك في اكل عيشك يا قمر؟ وحمار يشيلك احسن من حصان يوقعك يا مسكين. يلا بره، لازم تفهم ان انا هنا الامر الناهي. الامر هو الله والناهي هو الله يا جاهل. جاهل بركان. يعمله اللي انت، وانا سامعك دلوقتي بتقول انك انت الامر الناهي. طبعا، وده عاوزه كلام. شبيكي لبيكي، امرك بين ايديكي. شاب مسكين نحيف يتيم الابوين، محتاج لعطفك وحنانك، بينادي عليك ويقولك افرج عني افرج عني. افرج عن ابوه؟ فين هو؟
تحت يا مولاي في ستة حرف ب، والمفتاح مع عمي السلطان بشمال. يا سلام يا مولاي لو أفرجتلي عنه. اعتبريه مفرج عنه. يا سلام يا حبيبي لو كل الناس عقلها زي عقلك. مولاي انت عبيط؟ قصدك ايه يا سياف انت؟ طب ما تغيبش. ازاي تفرج عن غريمك؟ ده عدوك، ده يتمنى موتك النهارده قبل بكره. بس بقى بلا فلح. ده بيحب مراتك يا مولاي، وبينها وبينه اشياء واشياء في الحديقه السلطانيه. اول ما تفرج عنه هيتبعك دب. انا حر وهو حر وهي حر، ثم كمان انا راضي وابوها راضي، ومالك انت ومالنا يا قاضي. ربنا يرجع لك عقلك يا مسكين. على مهلك انت هو، شدوا حيلكم. مولاي مولاي انا ليا طلب بسيط عند سيادتك. شبيك لبيك سلطانك بين ايديك. انا عاوز افرج عن الراجل ده اللي اسمه امبيز. امبيز ده حبيب مراتك يا اهبل. وطلبات مراتي يجب ان تجاب، المودرنيزم كده. انت اهبل، انت ما عندكش عقل، ده لو طلع يقطم رقبتك. مش عاجبك بلاش. وقف يا جدعان حكايه الاحجار اللي بره دي. حاضر حاضر، يلا يا جدعان انت وهو اشتغل شغلك. انت الجاني على نفسك. والله انت باين عليك غلباوي قوي يا مولاي. اتفضل. شكرا. انت يا ابني ما تيلا بقى عشان نشوف شغلنا. لست أهوى الحياة يا رب بعده، كيف أبقى حيا وقلبي عنده؟ شط عني فبات عمري جحيما، أقطع الوقت نهدة إثر نهدة. مين لفني ده؟ ده لفني بتاعي. لفني بتاعك؟ لرضاه كرست كل جهودي، وهو نحو الهجران كرس جهده. اطلع انت يا حبيبي وانا محصلاك. يا سلام، انا ما كنتش فاهم ان مهام السلطنه خطيره بالشكل ده. ما تقوم يا ابني. بهريز يا روح بهريز، انا عندي خبر لك، بس خليكي شجاعه وقويه واعصابك من حديد. خير ايه؟ كل الخير. اسمعي، كفاية يا مولاي. كفاية بقى النهاردة، بس اعملوا حسابكم كل يوم خميس تعملوا لي كوم زي ده، فاهم؟ أمري مولاي. بركان بركان. مولاي انده لحالا الأمير قمر الدين. أمري مولاي. شوية سبايك حجر على قد ملصم. أمرك يا مولاي. ابدا ابدا مش ممكن اوافق على قتل اخويا. ابدا ابدا. انت نسيت يا مولاي اللي عمله فيك اخوك ده؟ معلش، يا بخت من قدر وعفى. اذا نحبسه يا مولاي. وهذا اضعف الايمان. اعوذ بالله، مش ممكن اعمل كده بعد اللي شفته انا من عذاب السجن. يعني في بطيخه اهو. بسم الله. نمت بالهنا والشفاء يا مولاي. تسمح لمجلس البلاط بالمداولة؟ اتداولوا على كيفكم، حد واخد بلا حاجة.
ادي اللي انتوا فالحين فيه. عاش السلطان كراميل. لا لسه في جمله تانيه ضروري تتقال قبل عاش. وهتتقال. طيب انا حكوع شويه، اتفضلوا انتوا بقى احسن قلبتوا مخي. نوم العوافي يا مولاي. قمبيز قول لي انا هعمل ايه في الراجل اللي فوق الليله دي؟ مش هيسيبني، ده جوزي. ما تخافيش دهبل، ان كان عليه فحكايته محلوله، انا موجود. اعدائك كتير قوي يا مولاي، خليك عاقل. اعدائي دول في جيبي. مالكش جيوب. اهو وهي دي فالسو. انت نسيت؟ احسن في بعض الحالات النسيان بيكون اعظم. مولاي. ايوه يا حشم. الامير قمبيز بعت لك الهديه دي بمناسبه اطلاق سراح. متشكر جدا. مش بقول لك الراجل ده كيس يا جاهل؟ اوعى تلبسها. انا قلت 100 مره القرويات ما يخشوش جوه قصري. مولاي. ها؟ العمه دي بتدق. وماله اخي؟ مش هجوز عمه اوميجا؟ اصبر يا مولاي، لعل لها العذر وانت تلومه. كان جلالك ايه؟ كنت بقيت ستوب ووتش يا ابني. ها؟ وناوي بعد ده كله تقعد برضه؟ طبعا. حسيب مهام السلطنه لمين؟ حسيب المدام بتاعتي لمين يا جاهل؟ انتوا عمركم ما شفتوا علم الكترونيه ابدا. ورايا يا ابني. قنبلوني يا بي. وهتعمل ايه يا مولاي؟ انام على سرير السلطنه استريح. يا اخويا انت الاخر ما تنزل. مش كفايه مهام السلطنه التي معلقه في عنقي. يا خراشي كل ده. انا ما كنتش فاهم ان السلطنة مدروزة خوازيق بالشكل ده. مولاي. مولاي. ايه في ايه؟ الامير امر يا مولاي. ايه ماله؟ عيان مغمى عليه ما بيتكلمش. وساكت ليه؟ الاطباء الدكاترة بيطري وبشري. الله. الطب الشرعي، الجراحين، العطارين، المهندسين، السباكين. مال الخواجات هيروح بلاش يا عنده أفانسيت يا مولاي. مصران أعور. مصران أعور. هو كان في على أيامنا مصاري نعور يا حاج. على كل حال حتما من فتح بطنه. طب وحدة والدك ترجعهولي أوام. أحسن أنا عايزه في مسألة عائلية. أنا حطرتش يا عم. على بسيط كده. مش ممكن تعمل لي العملية من بقي؟ لا لا لا. طيب بنجني. أبدا، عشان تشوف بعينيك قد إيه إحنا بنتعب. الله يكون في عونكم. بس اسمع. نعم. أول ما طلع مصرينك بره لازم تمسك فيها كويس. أبوس إيدك، أنا مش عيان يا نطاسي. أنا مش نطاسي يا حلو. قمبيز. تصدق باللي خلقك؟ لا إله إلا الله. إذا ما مضيتش على ورقة طلاقك دي من بهريز هفتح كرشك. إذا كان عليا أنا ما عنديش مانع، بس هي خايفة تعمل في نفسها حاجة لما تعرف إن أنا طلقتها. هتعمل طبعًا خاتمة لأهل الله، امضي. ده هتزعل عليا بشكل. تاني حاجة، نص ساعة وتفارق القصر ده. تشوف أنت جاي من أي داهية وترجع لها، فاهم؟ يلا 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 مين؟
ده طلاق بالتهديد بالقتل بلاك ميل. ده انا هخرب بيت. اوعي انت معسكر يا بنت فيا يا راجل يا سلطان الكلب يا ابني يا جندربه يا عبد الضابط يا ابني الحوني يا دوادي. الحمد لله على سلامتك. سلامت مين يا راجل انت؟ اسمع كلمة ورد غطاها مفيش غيرها. أمر مولاي أحسن الحجر أمال الأوضة. أولا أطلب مراتي لقصر الطاعة، ثانيا يحول أمبيز إلى النيابة الإدارية، مفهوم؟ من عينيا الاثنين بس. يلا يلا يا مولاي. يلا على فين يا أفندي أنت؟ خمسة أصدقائين كده على الماشي. الأصدقائين؟ اتفضل أدي الأصدقائين أهي. لا واشرب ميت. لا دي مش هي دي يا مولاي. على الحمار يا مولاي. قمر الدين. الله انت اتجننت. الله اهلك راح فين؟ ما فينش. بلاش لك فاهم. الله العصايه فين يا بني ادم؟ في معده الحمار يا مولاي. لا بركان بركان خدوه احرقوه لغايه ما يجيب الاصدقاء. احرقوه انا احرق جدودك السلاطنه. يا قمر اسمع كلامي وانفت بجلدك. اهرب اهرب. اهرب واسيب مهام السلطنه لمين يا جاهل؟ يا قمر جيت حياتي قبل كده فانا مسؤول عن حياتك. اسمع كلامي واهرب. ده وحش والله. لا بلغ عنه بوليس الاداب. يا قمر ابوس ايديك. تعالى تعالى نهرب سوا نرجع بلدنا. مش هل وان كان جدع ينزل لي هنا. ثانيا احنا سلاطين زي بعض والرعيه ملهاش دعوه بينا. اتفضلوا بره. يا مسبت الكبيره ده لو كان حمار كان سمع كلامنا ورجع بلده. حمار؟ هو الحمار فين؟ بره. انت مش عارف مصيرك ايه يا قمر لو قعدت؟ عارف مصير ولكن رؤوسا كثيره سوف تطير قبل ان تطير بتاعتي. هتعمل ايه؟ هرجعه بلده. انا ما كنتش فاكر ان مهام السلطنه خطيره بالشكل ده. الليلة هيرجع بلد. بركان بركان ده يا ابني. ما مالوش ده السلطان قمر الدين. الله السلطانة المدام مؤامرة الخلعي. خلعك ايه يا مسكين؟ سلطنة ايه ومدام ايه؟ انت لو كنت عاقل ما كانش جرالك كل ده. عاش عاش عاش. فين شنبك يا قمر؟ خلعهولي. احسن. وده مين ده؟ حامل ديدي. يا قمر اسمع كلامي. مال من غير عقل زي عربية من غير دركسيون يا ابني. عاش عاش عاش. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعد إليه عقله يا رب. إزدكاين مش هتقول راح فين؟ هرب يا مولاي ومعرفش راح فين. مطروح مولاي. مسرور مولاي. مسرور مولاي. زغزغه علشان يعترف. أمر مولاي. دور.
والآن رحم الله شقيقي السلطان بشاميل، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرميه بحجر. أعماه المال وأغراه الشيطان وسلبه العقل وكان ما كان، فرحمة الله عليه. وأنت يا شمس الأصيل، تقدر تقول لنا السبب في الجريمة اللي ارتكبتيه هذه؟ السبب اللي وقفني الوقفة المهببة دي أمام بلاطك هو قلة العقل. قلة العقل يا مولاي تعمل أكتر من كده. إيه رأي مجلس البلاط؟ السن بالسن والنفس بالنفس والقاتل يقتل وعاش السلطان كاظم. عاش 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 يا مولاي، خلصوني بقى، قلبت مخي. عاش 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 عاش. خلاص، وذنبها في رقبتكم يا بتوع البلاط إذا كانت بريئة، وياما في الحبس مظاليم. اسألوني أنا، فليتخذ العدل مجراه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كل الطول والعرض ده علشاني أنا؟ آه، عاش السلطان كراميل. عاش 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 عاش. مين؟ مش عارف يا حاج، انا قلبي مقبوط كده ليه؟ ما تقوم يا واد تشوف مين اللي على الباب. خير ان شاء الله. خير خير يا حاج خير. قمر ايه يا قمر؟ شمس هيقطع رقبتها، هيقطع رقبتها، يقطعني. شايف اللي عقلك عمل فيها ايه؟ ايدك الحلوة يا حلوة. بابا. اقول مبروك. الله يبارك فيك يا بابا. تمت الخطوبة وكتب الكتاب في الحال. ما كمان الدخلة بالمرة. والدخلة والخلف الصالح. احنا ورانا ايه يا راجل؟ مين الافندي الغلباوي ده؟ ده سيزاريو اوكتافيوس. ده اسمه كده اوكتافيوس. وانت مالك كده بقيت اسود وابيض؟ قمر الدين. شمس الأصيل، خليك معايا، خليك مع الله.